أحزاب قد نكون مقصرين في مواطنين سواء في الجنوب حتى في الشمال، مقصرين في سكان الريف، مقصرين في الجزائر العميقة، لكن المقصر الأكبر هي الحكومة، هي السلطة. نحن ماذا نملك؟ نملك أن نذهب إلى الناس ونخطب فيهم ونرفع لهم الأمل ونهتم بهم، لكن من بيده المشاريع والأموال والبرامج؟ الحكومة. إذا نحن قصرنا في الحكومة، أخفقت وأجرم. أنا أذكر أنه لما كان الرئيس زروال يريد أن ينظم انتخابات رئاسية مسبقة، تحاور مع المعارضة آنذاك، قال ما هي ضمانات النزاهة؟ على الأقل نسأل هذا السؤال، احنا نشكوا في الانتخابات، والطرف السلطة يقول لا الانتخابات نزيهة، وأنا نقول عندنا اقتراحات في نزاهة الانتخابات. في المنطقي اللي ينظم انتخابات وهو يثق في نفسه أن الانتخابات نزيهة أن يطلب من المعارضة تقديم اقتراحات في ضمانات نزاهة الانتخابات.